والآن إلى أجواء أخرى، إلى أجواء شهر رمضان الكريم. مجموعة شباب ميعار ضمن مشروع عدنا نظمت إفطارا جماعيا وأمسية رمضانية في قرية ميعار الفلسطينية المهجرة، والهدف هو الحفاظ على الذاكرة من جيل الشباب وإحياء التراث الفلسطيني. التفاصيل مع هشام فريد. أهالي قرية ميعار الفلسطينية المهجرة منذ عام 1948 عادوا مرة أخرى إليها بعد 67 عاما في نفس التوقيت، فعندما فروا منها كان أيضا في شهر رمضان أثناء تناولهم الإفطار الرمضاني. تقع قرية ميعار المهجرة على بعد 18 كيلومتر شرق عكا، وفر أهلها إلى الأردن، لبنان، سوريا، وكذلك إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. زبط ستي كانت تحكي لي أنه كانوا قاعدين على صدر الفطور لما قالوا فاتوا اليهود، فاتوا اليهود وطلعوا يركضوا، فهن يعني حتى ما كملوش فطور يعني، وطلعوا تخبوا بالزيتون وهيك. فإحنا كان الهدف أنه بما أنه إحنا بنحكي على رؤية العودة كيف ممكن نطبق الإشي، فإحنا راجعين على فطور بميعار. نظم مهجرو قرية ميعار وبالتحديد الشباب منهم دعوة إلى إفطار رمضاني جماعي، كذلك أيضا لحضور أمسية رمضانية فنية فلسطينية لأهل وأسلاف قرية ميعار، وكذلك للناس من القرى العربية المجاورة. نعمل شغل اللي نخيب ضمن بن غوريون اللي قال انتوا راح تموتوا والصغار راح ينسوا. احنا بهالظل عمل احنا بدنا نقول له انه احنا صح بدنا نموت وهذا شأن الجميع، بس اللي بيبقوا ورانا ما راح ينسوا. الهدف الأساسي لهذا الإفطار الجماعي في هذه القرية المهجرة هو الحفاظ على الذاكرة خاصة لدى جيل الشباب. وإن شاء الله تظل الشباب إن شاء الله متذكري، وإن شاء الله ترجع الوطن وترجع الناس عبلادها، إن شاء الله بتنحل المشكلة. تعمد منظم الأمسية إحياء التراث الفلسطيني في الإفطار عبر تقديم الأطباق الفلسطينية التقليدية مثل المفتول، المقدرة، الحمص. وقد عاقبت الإفطار الجماعي الرقصة التقليدية الفلسطينية الدبكة.